كانت فيه عدة محطات، وبلا شك تعرفون بأن السفر متعب ولكنه في نفس الوقت ممتع. كانت هناك عقبات ولكن في نفس الوقت كانت لحظات فرح ومتعة وانتشاء وفخر. الفخر في عيني، سأبدأ بنفسي، الفخر بأساتذة تطوعوا تلقاء أنفسهم منخرطون بكل فرح بكل طوالي. الفخر بتلاميذ صغار سواء في المجال الحضري أو المجال القروي في العمومي أو في الخصوصي الذين انخرطوا معنا في المشروع. هناك من كانت لديه صعوبات، هناك من كان خجلا في البداية، ولكن الحمد لله في هذا الوقت تغير العديد منهم، وهذا ما نطمح إليه، هذا ما نطمح إليه، هذا التغير. الفخر بالسادة والسيدات الذين تعاونوا معنا، فرع الإقليمي لجمعية تنمية التعاون المدرسي، المديرية الإقليمية، المديرات والمديرون الذين بالتأكيد شجعوا ويسروا الأمور للأساتذة والتلاميذ لنصل إلى هذا الحدث. شكرا للجنة المنظمة، شكرا لكل شخص صغير كان أو كبير. إذن هذا المشروع في إضعته في الصورة سيتان بروجي مني أون فرونسي، مي بور لو ريسبي دو بوبليك جو في بارلي أون عربي. سيتان بروجي كي سو باز سور l'exploitation des œuvres destinées à l'enfance et à la jeunesse. Vous savez bien que dans l'école, on se base surtout sur les manuels. On ne va pas trop critiquer les manuels scolaires, mais on a choisi d'exploiter, d'essayer une nouvelle piste de travail à travers ces œuvres d'enfance et de jeunesse. Donc, هذا المشروع je vais alterner pardon moi. هذا المشروع مبني على استغلال واستخدام أدب الطفولة والشباب، القصص، المسرح، شرائط مصورة، les poèmes. Il y a une multitude d'œuvres destinées à l'enfance. Quelque chose qui respecte l'enfant. Donc, il va sûrement le toucher et le faire intégrer dans l'apprentissage, dans la construction de l'apprentissage, et c'est cela ce qu'on vise. Je veux surtout remercier la dame de fée, notre dame de fée, la Tefanilo. أحييها من قلبي الخالص. أيضا أشكر أعضاء المشروع كل واحد باسمه، نادية نادية بلبوش من مجموعة مدارس موسى بن نصير، سي محمد خراطح من مجموعة مدارس نوار عرمل، عالم عرمل، أستاذة غزال جمال، أستاذة كوثر الحاج من مؤسسة الشروق الخصوصية، أيضا من جماعة العوامة، يعني تعرفوا جماعة متواضعة بإمكانياتها، ورغم ذلك انخرطوا معنا في المشروع، الأستاذة حنان عامر من مدرسة الإمام الغزالي، الأستاذ فؤاد جوهري جعفري عذرا جعفري من مدرسة المهدي بن سمر، الأستاذة شيماء أعرس في المدرسة الداخلة، ذكروني إن نسيت اسمها، محجوبة قرواش من مجموعة مدارس ولاد الماري في العالم القرعي. شكرا جزيلا من القلب لإبحاركم معي في هذه السفينة، أنتم الأساس وأنتم الفضل، أنتم وتلاميذكم الصغار. شكرا شكرا وشكرا.